والحديث عن التطورات في مدينة القدس واستمرار انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى، معنا من اسطنبول المتخصص في الشؤون المقدسية محمود الشجراوي. أهلا بك سيد محمود. حياكم الله أخي الكريم، أهلا وسهلا. أهلا بك. يعني أكثر من 150 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، ماذا تعني هذه الأعداد الكبيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة أن هذه الأعداد في الجمعة الثالثة من شهر رمضان، في الجمعة الأولى صلى 50 ألف فلسطيني، وفي الجمعة الثانية صلى 65 ألف. في هذه الجمعة حين يصل الرقم إلى 150 ألف، هذا يعني أنه لم يعد في المسجد الأقصى موطئ قدم إلا وفيه مصلي ساجد أو راكع لله عز وجل في يوم الجمعة. هذا يعني رسالة للمحتل أخي الكريم، أننا نحن المسلمون، ليس فقط الفلسطينيون، أننا نحن المسلمون لا نسلم مقدساتنا ولا نستسلم في وجه هذه المغامرات التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك. وأنا أستغرب اليوم حدث أمر للمرة الثانية في شهر رمضان أن يحاول قوات الاحتلال الدخول إلى المسجد الأقصى يوم الجمعة. هذه السابقة رقم 2 في هذا الشهر، ولم تحدث من قبل بالمناسبة. من عام 67 لم تحاول قوات الاحتلال أن تدخل إلى المسجد الأقصى في أيام الجمعة، لعلمها أنه مكتظ بالمصلين. ففي الجمعة الأولى من شهر رمضان حاول الاحتلال أيضا تفريغ المسجد الأقصى من المصلين، الجمعة الثانية عذرا. وهذه الجمعة اليوم أيضا دخلوا الساعة 6:10 صباحا بأعداد كبيرة جدا، وأطلقوا العيارات الكثيرة، وعدد الإصابات اليوم بالمناسبة تجاوز 150 إصابة، تصويبا للمعلومة التي ذكرت قبل قليل. 156 إصابة في المسجد الأقصى المبارك اليوم. وعدد المعتقلين أيضا تجاوزوا 200 معتقل، لكن كثير منهم تم إعادته في نفس اليوم إلى بيتهم بفضل الله. يعني بالموازاة بالحديث عن أعداد المصلين الكبيرة، الإصرار على الاعتكاف داخل المسجد الأقصى إلى أي مدى يعكس أن المعادلة قد تغيرت وأصبحت فعلا الآن صراع وجود؟ أخي الكريم، الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك لا يمكن أن تتم إلا بعد تفريغ المسجد الأقصى من المصلين. ولذلك فهم أهلنا في الداخل هذه المعادلة، وأفتى لهم العلماء، علماء الفلسطينيين والمسلمين في الداخل والخارج، بوجوب الاعتكاف، أو يعني خلينا نقول بالندب للاعتكاف والحث على الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو كلمة السر في منع الاقتحامات. في العام الماضي بحب أذكرك وأذكر إخوان المشاهدين، يوم 28 رمضان، يوم 25 رمضان، فشلت قوات الاحتلال بتفريغ المسجد الأقصى، فتم إفشال الاقتحام الكبير الذي كان هددت فيه منظمات الهيكل. في هذا العام بدأت الاقتحامات يوم 14 رمضان، ولذلك كان لزاما على أهلنا المقدسيين وعلى أهل الفلسطينيين من الداخل الفلسطيني. وبالمناسبة في هذا العام دخل في مكون جديد، وهم المسلمون الموجودون في داخل الكيان الصهيوني، بعضهم من السودان، بعضهم من إريتريا. هؤلاء دخلوا بصفات غير قانونية بالمناسبة، تهريب يعني. هؤلاء أيضا تواجدوا في المسجد الأقصى، وأصيب أحدهم مسن سوداني، فأظهر وجود هذه الكتلة المسلمة التي يعني لم يستطع أن يقاوم نفسه أن يذهب إلى المسجد الأقصى ويعتكف فيه ويكون أحد المرابطين وينال نصيبه من الإصابة أيضا بهذا الشكل. الآن وجود المعتكفين في المسجد الأقصى يعني أنه ما في اقتحامات في داخل المسجد الأقصى المبارك. يعني بموازاة إصرار المسجد الأقصى بالقوة، ثم تسمح للمقتحمين بالدخول. بموازاة إصرار المصلين والمسلمين على الاعتكاف وعلى الصلاة في المسجد الأقصى، ألا تعتقد أن السلطة الفلسطينية، لو تحدثنا أو أخذنا جانب السلطة الفلسطينية، هل هي قادرة بالفعل على الوفاء بتعهداتها بقطع الاعتراف أو سحب الاعتراف بإسرائيل، دولة إسرائيل، ووقف كافة أشكال التنسيق؟ يعني هل ممكن أن تصل السلطة بهذا الجرأة؟ لا أخي، السلطة الفلسطينية، أنا سأستخدم اللفظ المباشر والصريح، السلطة الفلسطينية كاذبة، السلطة الفلسطينية عميلة، السلطة الفلسطينية الآن بأجهزتها الأمنية هي جزء وذراع من أذرع الاحتلال. السلطة الفلسطينية تقوض الانتفاضة وتقوض المقاومين وتمنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك. السلطة الفلسطينية ليست بريئة أخي الكريم،
السلطة الفلسطينية وصل بها التنسيق الأمني أنها تنسق لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، وتلزم الأوقاف، أوقاف القدس، وأنا أتكلم بصراحة، نعم أوقاف القدس التابعة للأردن، تلزمها السلطة الفلسطينية عبر الأردن بعدم التدخل في موضوع منع المقتحمين. وبحب أذكر المشاهدين أنه كان حراس المسجد الأقصى قبل 2019، طول الفترة من 2003 إلى 2019 كان لا يتم اقتحام إلا برفقة حراس الأقصى، يمنع أي طقس أو أي صلاة، أي تلاوة للتوراة المحرفة. ومن 2003 إلى اليوم الأقصى أخي يقتحم كل يوم عدا نعم يومي الجمعة والسبت. الأوقاف متهمة، الأوقاف ليست بريئة. بالتالي ربما يكون دور المقاومة يعني ينصب على هذا الجانب. هل تعتقد أن الأمور تتجه ربما للتصعيد عسكريا إذا ما أصر الاحتلال على مواصلة الاقتحام إذا كانت السلطة كما تصفها؟ أنا أظن أخي أن الاحتلال فقه المعادلة، وهو ليس جاهز للدخول في خلينا نقول في صراع عسكري في هذه الفترة، كون الحكومة الإسرائيلية أصلا منتهية الصلاحية. قد يعني نسمع عن انتخابات مبكرة جديدة في الشهر القادم، ولذلك هم ليسوا حريصين أيضا على الدخول. وقد شهدنا في الأسبوع الماضي حرص حكومة الاحتلال على عدم تنفيذ مثلا ذبح القرابين في نعم المسجد الأقصى، لأنهم يعلمون أن هذا يفجر الصراع ويعني تبدأ انتفاضة جديدة. أيضا شهدنا في العامين، في نعم رمضان العام الماضي وفي هذا رمضان، أنه شرطة الاحتلال حريصة على الإصابة وأبدا مش حريصة على القتل، والسبب ليس إنسانية طبعا، نعم هم ليسوا بشرا، هم نعم يقتلون، لكن لماذا الآن هم حريصون على عدم ارتقاء الشهداء؟ لأنهم يعلمون أن ارتقاء الشهداء يعني تفجير الوضع بشكل كامل وقيام انتفاضة لا يستطيعون ضبطها، لا في الداخل الفلسطيني عام نعم 48 ولا في الضفة الغربية المحتلة من السلطة كما هي محتلة من قوات وضحت الاحتلال، الصورة. ولا في القدس، لأن أهل القدس أثبتوا أنهم خلينا نقول بالعامية على قد المسؤولية. حفظهم الله جميعا. من إسطنبول المتخصص في الشؤون المقدسية محمود الشجراوي، شكرا جزيلا لك.